هشاشة العظام للأسف الشديد هو ملهوش أعراض ودايما بيجي في وقت متأخر. أهم حاجة في موضوع هشاشة العظام الاكتشاف المبكر. إحنا عندنا كدكتور طب أسرة في كريتيريا معينة أو علامات معينة بنقدر نقول إن السيدة دي أو الرجل ده إحنا محتاجين نعمل له كشف مبكر لهشاشة العظام، أو كمان على حسب الإرشادات العالمية في عمر معين في السيدة وفي الرجل، أو هنا كمان في المملكة العربية السعودية عندنا في كشف مبكر روتيني بنعمله في السيدات عند عمر 60 سنة أو أكتر، وفي الرجال عند عمر 65 سنة أو أكتر. ولكن في حاجات معينة بنشوفها فنقول لا احنا لازم نبتدي دلوقتي، مش لازم عند عمر 60 للسيدات أو عمر 65 للرجال. أول علامة ان السيدة دي بدأ عندها انقطاع الطمث في وقت مبكر عند عمر 40 عند عمر 45، لا احنا دي لازم نتابعها ونعمل لها الكشف المبكر عن طريق الأشعة العادية، ممكن تكون في الأول وبعديها حاجة اسمها BMD قياس كثافة العظام. أو السيدة دي عندها علامات خطورة، حصل لها كسر اسمه fragility fracture، بيبقى كسر الهشاشة، كسر هشاشة العظام. الكسر ده بيحصل نتيجة أي خبطة بسيطة أي وقعة، مش معناه ان هو ده طبيعي، لا ده معناه ان ممكن تكون عندها هشاشة عظام. فلو هي ماشية على أدوية مزمنة من أمها الكورتيزون، لو أخذت كورتيزون بجرعة أكتر من 7 ميلي جرام أكتر من 3 شهور، دي معناها أنه يعرض أكتر لهشاشة العظام. نفس الكلام في الرجال، لو هو بياخد أدوية مزمنة، لو في تدخين، لو في عادات صحية غذائية سيئة، الحاجات دي كلها تخليهم عرضة أكتر لهشاشة العظام. لو في أي حد عنده أي أعراض من إحنا قلنا عليها أو أي شكوك إن هو عنده هشاشة، يتوجه فورا للطبيب، وبناء على المقابلة مع الطبيب هو يقدر يحدد إيه اللي هو محتاجه بالظبط. ونحن في السعودي الألماني نرعاكم كأهالينا.